اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية قائمة المتابعين. نقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي، سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، نقوم بالضغط هنا، سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات والخصوصيات، سوف نضغط هنا على الخصوصيات، ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على قائمة المتابعين. وهكذا يمكنك أن تختار من يمكن رؤية قائمة متابعينك. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو القادم إن شاء الله.